في إطار أنشطتها الرامية إلى تعزيز ثقافة السلام والعيش المشترك بين جميع المواطنين، أقامت منظمة الأمة الأفريقية للسلام وحل النزاعات هذا الحفل الذي جاء تحت شعار ثقافة العيش معا وتعزيز السلام في كات، لتكريم الهيئات الدينية بالبلاد وعدد من المنظمات والجمعيات المدنية العاملة في هذا المجال، إلى جانب منح ألقاب فخرية لسفراء السلام. إن ثقافة السلام هي مجموعة قيم ومجموعة سلوك، من أجل أن يعيش الجميع تحت مظلة السلام في الوطن وفي المجتمع الياسر. المنسق العام لمنظمة الأمة الأفريقية للسلام وحل النزاعات عبد الله فلاتي أشاد بجهود رجال الدين في توجيههم للمجتمع نحو الأفضل من أجل ترسيخ قيم السلام والتسامح وتقبل الآخر، وكذا محاربة العادات السيئة لبناء كاد الغد. أما الأمين العام النائب للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فقد أثنى على هذه المنظمة التي تسعى إلى نشر ثقافة التعايش السلمي بين أبناء الوطن. ميداننا وارد، ولذلك نحن لنا أيدينا معهم إن شاء الله أن نصل بهذا المنطقة إلى التنمية وإلى السلام الدائم إن شاء الله. كما شهد الحفل توقيع اتفاقية تعاون بين منظمة الأمة الأفريقية للسلام وحل النزاعات ومنظمة الإشراقة للعمل سويا في مجال توعية المواطنين بأهمية السلام والعيش المشترك، واختتم الحفل بتكريم عدد من المؤسسات الدينية والشخصيات وكذا مناديب الدوائر ورؤساء الحارات الذين وقفوا بجانب المنظمة في أنشطتها تقديرا لجهودهم الملموسة.